جينا باش اولا الله يرحم الناس اللي ماتوا وتعازي الحاره للعائلات ديالهم. جينا وكيف ما كنشوفوا في السونتر تبارك الله الناس كاملين جايين يعاونوا عاطين باقي في المغرب بعد الخير. الناس جايين كلشي كبار صغار امهات اباء جايين كيعطيو الدم كيتبرعوا. الله يرحم الناس اللي استشهدوا والله يشافي الناس مساكن اللي باقين في لي زورجونس. اول حاجه لا فامي كامله راه جينا الاب والام ديالي جينا كاملين جينا بغينا حنا نتبرعوا ونعطيو حنا نعاونوا خوتنا مساكن اللي مراض واللي محتاجين الدم واللي محتاجين المساعده ديالنا. وهذه ابسط حاجه نقدروا نديروا في هذه الحاله وهذه اقل حاجه تقدر تبين الوطنيه ديالنا. الصراحه جينا نتبرعوا بالدم بحال كاع الناس. حنا عارفين بعض المرات ما كيخدموش السبت ولكن كلشي صراحه المراكز ديال تحقن الدم في الرباط في كازا في تقريبا كاع المدن حلوا بزاف ديال الاقسام. كلشي صراحه تبرع مزيان وهذاك الشيء غادي ينظم مزيان الحمد لله. وهذا هو اقل حاجه زعما نقدروا نديروها للضحايا ديال سواء الجرحى ديال اللي تسبوا في اللي قاسهم زلزال خصوصا في الحبز. يصبروا ربي عوين ان شاء الله راه كل خير غادي يكون ان شاء الله. راه الدوله ان شاء الله غادي دير الواجب ديالها ونطلب الله اللطف. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء وكنعزيو هذه الضحايا ديال هذا المصاب الجلل وصلى الله عز وجل انه يرزق لهم الصبر والسلوان الناس اللي فقدوا الاهل ديالهم وهذا. والحمد لله عز وجل على السلامة عموما يعني لأنه لا قدر الله كما شفنا الزلزال ديال تركيا كان كارثي جدا. فالحمد لله على لطف الله عز وجل. كنشوفوا هذه الهبة ديال الشباب تبارك الله وديال المجتمع كافة باش التبرع بالدم. الشعب المغربي مازال فيه الخير وإن شاء الله عز وجل أن هذا الخير يحفظ به الله عز وجل البلاد ونتمنوا إن شاء الله الشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله بإذن الله. بصراحة يعني لما كان هذه المسألة ديال التبرع بالدم يعني الناس قالت يعني هذا هو ربما أقل شيء الواحد خصو يديره يعني إذا كان طبعا مؤهل صحيا أنه يساهم هذه المساهمة. واللي ما استطاعش يعني كاين مجالات أخرى يقدر يساعد فيها ويعاون فيها المصابين. الأحاسيس وداك الشيء اللي كنا تعرضنا به خلال ساعات قليلة من الأمس زينا أحساس باش نعاونوا المواطنين باش نعاونوا حتى الشعب اللي تضرر خلال الزلزال اللي وقع وهذا الأرضية التي كانت بأكثر إلى وصلت إلى 7 درجات في من خلال 12 مساء. وزينا بكل فرح وسرور لنشجع ونعطي التعاون لحملة تبرع بالدم لأقدم مساعدة من خلال المواطنين الذي وقعوا أثناء الزلزال والذي هدموا المنازل ديالهم. الناس اللي توفى الله يرحمهم ولا يفتحهم جنة الخير وإن شاء الله يكونوا إن شاء الله من خالدين في الجنة وفتح باب الرعاية إن شاء الله.